انطلقت هذه الأيام مشاريع تعبيد الطرقات البلدية والولائية، والبداية من طريق شارع هواري بومدين التابع لبلدية سكيكدا، حيث سلم هذا المشروع للمقاول السيد مولود بوحويتا قرمش. لكن عند انطلاقه في المشروع صدم بانسداد مجاري المياه وتغطية قنوات الصرف الصحي، وعليه أصبحت ضرورة إعادة تهيئة من جديد للبالوعات وقنوات الصرف الصحي من أجل تسريح البالوعات وكذا المجاري المائية بهذا الطريق المعروف بحركة مرورية واسعة، ويعتبر الطريق الوحيد المفضل لدى أصحاب السيارات والشاحنات. وعند زيارة قناة جوراية تيفي إلى عين المكان وجدنا الأشغال تسير على قدم وساق، وهذا ما أكده لنا ممثل المقاول المكلف بإنجاز المشروع، وأوضح لنا أنه تم استخراج المياه المتسربة من الوادي الصغير المسدود بالإضافة إلى تسريبات مائية، أين طلب من الجزائرية للمياه بالتدخل، وكذا أنبوب حديدي خاص بخيوط الإنارة العمومية يعبر داخل قنوات الصرف الصحي. لي روغار مبوشين طريق مخشوشه غروان خدموها وبعدين ولي واحدين الواد مبوشي معمر حجر الدنيا كلش، وتريسيتي معدي في الفوطو تاع الحديد. واش المطلوب انتم، واش تطلبوا تسمى من السلطات المعنيه اللي بدات في البروجي هذا؟ السلطة المعنية يطلبون إن شاء الله يخدموا الطريق ويديروا كار يقعدوا يسرحوا يمشيوا وتنقص الوشواشة والوادي يخدموه، الوادي معدي مع الغاز حتى دونجي بوبليك. والإشكالية واش لقيتوا إشكالية كي بدا البروجي هذا، واش الإشكالية اللي لقيتوا؟ الروكار كل مبوشين. واش لقيتوا في الروكار؟ لقينا الحجر بيطن مرصوصين بالبيطن. وتسعى مصالح بلدية سكيكدا إلى تجسيد هذا المشروع في أقرب الآجال، خاصة بعد الموافقة عليه من طرف السيد والي الولاية بمناسبة انعقاد الدورة العادية للمجلس الشعبي الولائي. ويندرج هذا المشروع الهام في إطار برنامج رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة الرامية إلى تحسين وعصرنة شبكة الطرقات على المستوى الوطني.